السلطان. إنكارم مولانا السلطان مزعوج كتير وحتى ما عم يرضى يأكل. يعني ما بعرف. عذروني سلطانة، جاكي كيف سيكون يشوف حدا كسان سلطان ضايل زمك المرض يشوفه. Kısım'ın Handan Sultan'la neler yaşadığı malum. Onun varlığı hünkârımıza tatsız hadiseler hatırlatıyor olabilir. Lakin benim vaziyetim farklı. Sen benim geldiğimi, kapıdan ayrılmadığımı söyle. Masoda başı. ادخل. مولاي. هكذا انا عن جد كثير قلقانة عليك. عافيتي سمستر إن شاء الله. أول ما أجيت على هذا القصر والموت عم يحوم حولي وعم يلاحقوا كبد مظلي، الظاهر القدر المكتب لي إني ودهم كلهم. حضرتك بتعرف إن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها. ونحن يا مولاي المفروض إنه ما نعتمد على حكمه أبداً ونرضى فيه. حاشا أن يعترض على حكمه. أنا راضي. بس القلب موجوع يا سلطانة. عم شوف نفس الحلم كل يوم. عم شوف الدم اللي نمت كل شي بنزل في القصر. ببلش نقطة نقطة. بعدين بيكتر وبيصير غزير. يا طعم كرمنا. وبعدين بيقوى بيصير ينزل علي مثل الشمال سلطانة، مثل السيل بيجرف كل شي قدامه. وكل ما ارتفع الحلم شوف وشي المرحومة بتمدل لي ايدها، بس ما بقدر اوصلها وامسكها. هذا كابوس. أنا سعيدة أحضر أشبك لك عن القصر. أجي على قدرنا مثلا. إذا بتحبوا لهذاك المكان حاول تطلع على الصيد. عشق شينا أنا بيشكلون أنا هيك نفكر يا سلطانة. بس أنا موجودة والحرم ليك. هل ما يسكن كل شيء؟ كذبوا زاكرة كامس. أنا واثق من هذا الشيء. وجودك جنبي بيعطيني القوة. تشكيل بروتوكول تبيهم بالقصر. على طول. لأنك بحاجة
أعلم لا حدا من عائلتي إنه يكون واقف جنبي. كاريت يا ريت يا ممكن أصلاً كان لكن زي جيم كاهر إذا بيني بالقاهرة أنا إذا قلت شتو لعنده بأسرع وقت هم بعدين هالي أزرزا على سنتو ما بقيت أبدا هرمي دالي دفع انتي وافقت بي هون سلطانة وانا فورا ببقى امر لزوجك عن قاهرة بالطلاق طبعا اذا ما كنت حابة تكفي حياتك معه سلطانة إسكندر والدام سلطانة ساعتي يرندي بسكنت يوقتي سلطانة بمسألة يوب سلطانة عافية ترى بس طبعا السلطانة هاشي سكنت ونش متماعدي عشكايتي تبتريوار اتمدي وكيف بسكنت وارد مكتر هذا الشيء والدة طول عمرها وضطرة هذا يمزور والناهية هنكارمز نصل لها سلطانة لا الله وضعه رح يتحسن شكرا لك زلفقار لولاك ما قدرت أن تفوت استغفر الله كلش ما كان قاعد شوي